ركز معايا، أنت دلوقتي في حلقة ضيقة أخرجك منها إلى رحابة واسعة وحياة طلقة، كلها أمل وكلها رخاء. تأمل الخير، ولكن هذا لا يتأتى إلا بحسن التباعد. كلام النحو في مبدأ رشيد، أقول لك الكلام يا كريم يا أخويا، أخرجه من قلبي ما شاء الله بجد. أسأل الله أن يباركه ببر والديه، وأن يحفظه بحفظه الجميل، وأن يحيا حياة سعيدة رغدة مع عروسه صاروة في بيت يجمعهما كله هناءة وبشر، وأن الله يكرمهما لسه